عندي الأخ من العراق، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أولا أنا من أهل السنة والجماعة، نشرف بك. ويا حاج وعد، أنا يعني أقسم بالله والدتي سنية ووالدي سني وجميع عائلتي من السنة، وأنا يعني حاليا أنا يعني منذ 6 أشهر أبحث بالدين، يعني عندما جاءتي لمناظرات السنة فلا يجد لهم أسلوب الحوار، ذلك يطعن بنساء الشيعة وبالأئمة وبالسيدة فاطمة الزهراء، وعلى العكس عند الشيعة، طبعا ليس كلهم، يعني أكو هناك شيعة مثال أمير القريشي ويعني ياسر الحبيب وغيرهم، يعني أيضا يطعنون بنساء السنة ولكنهم قليلين مقارنة بمحاورين السنة. ويعني من ناحية أخلاقهم أنا أبحث أيضا عن الدين، وأريد بس أسأل سؤال واحد يا حاج وعب، هو أنه جبرائيل عندما نزل للنبي محمد وأخبره بأنه مرسل من الله، كيف علم محمد أن جبرائيل صادق؟ يعني يجوز جبرائيل يكون شيطان أو غيره؟ لا مستحيل مستحيل، الله يثبت قلب نبيه. هذا أخ سني طبعا اللي داي يجاوبك، داي يتكلم معك سني، من يكمل أنا أجيب. نعم تفضل. شوف يعني كيف يثبت قلب نبيه، يعني هو يجوز شيطان نازل له، هذا هو. وثانيا لماذا جميع الأئمة من ذرية الحسن حسين ابن سيدنا علي حسين، لا لماذا يعني لا يكونون من أبناء سيدنا الحسن؟ طيب أبو أيوب أبو زيان، تريد تجاوب ولا أنا جاوب؟ على السؤال الأول لا أنا أجاوب. أول شيء الملك في فرق كبير بينه وبين الشيطان. الشيطان حينما يأتي لشخص، الشيطان قبيح سواء في أفعاله في أقواله في كل شيء، لكن الملاك صورة مختلفة. نعم. تماما. أنت حينما ترى الملاك تستبشر به، وحينما ترى الشيطان تستشنعه. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى الملاك، رأى جبرائيل عليه السلام أو جبريل كما نحن نقول، ومباشرة علم أنه لا مستحيل يكون شيطان، وأكد له ذلك ورقة بن نوفل رضي الله عنه وخديجة رضي الله عنها. لكن حتى بدون هذه الشهادات، حتى لو لم تكن هذه الشهادات، سيعلم أنه ملك من عند الله، لأن صفات الشيطان تختلف عن صفات الملك. دوما الشيطان يدعو للإفساد، للعلم هي ليست حادثة واحدة لأنه نزل له بعد ذلك، يدعو للتوحيد بالله. يعني أول شيء نبدأه في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. معقول الشيطان يدعو على نفسه، يسب نفسه، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لا تتبعوا الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان، كل هذه الآيات؟ لا، الذي نزل للنبي عليه الصلاة والسلام هذا ملك. بارك الله فيك. أنا أريد أجاوبك جواب شيعي، هذا الأخ اللي جاوبك السني الله يحفظه الأخ أيوب، وأنا أريد أجاوبك جواب شيعي الآن. شوف أخونا الفاضل، عندنا الشيعة، إذا ممكن بس يسوون ميوت الأخوة اللي الأخ مازن، مازن نعم، عندنا وعند السنة. أريدك الآن، أنت إنسان محترم وعقلك متفتح، أريدك تشوف جوابي وتتأمل في جوابي. عند السنة وعندنا أن النبي صلى الله عليه وآله كان نبيا وآدم بين الطين والماء، أو بألفاظ بين الطين والماء، أو اللفظ الآخر شنو سيدنا أبو أيوب أخويا؟ بين الروح والجسد. بين الروح والجسد، نبيا وآدم بين الماء والطين، واللفظ الآخر بين الروح والجسد. طيب،
فالنبي نعم. محمد صلى الله عليه وآله هو نبي منذ زمن آدم، لكن هذا الكون، الكون سوى ميوت سيدنا الحبيب، هذا نعم. الكون مخلوق بنظام. يعني مثلا الله تبارك وتعالى يقول إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ليلة واحدة، وقال إنا أنزلناه في ليلة القدر، لكن القرآن نزل نجوما يعني قطع، لماذا؟ لأن في نظام، الآية وقتها فلان، سببها فلان، كذا فلان، كذا فلان، فالله مرتب الأمور، فمرتب الأنبياء أنه محمد صلى الله عليه وآله صح وكان نبي، لكن خلقه وظهوره يكون في هذا الوقت وبه تختم النبوات. فأول الجواب أن النبي صلى الله عليه وآله هو نبي، فإذا كان نبي فهو يعلم الرسول المرسل من قبل الله تبارك وتعالى، ولذلك عندما جاءه جبرائيل ما كان هنالك شك ولا شيء، لأنه يعلم أن الذي يأتي من الله تبارك وتعالى شيطان أو رسول. هذا هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية العقلية اللي أريد أجاوبك، لأن أنت إنسان متفتح. شوف أخونا الكريم، الآن أنا وأنت بقدر معين، ما نقول 100%، نعرف أنه هذا الفعل مؤداه إلى الخير وهذا الفعل مؤداه إلى الشر. يعني شون أنا كلامي وياك بالكلمة الطيبة أفترض 99.99 كلامي مؤداه خير، لو تكلمت معك بالكلمة وحاشاك الموزينة رأى أعرف أنه هذا الكلام مثل ما تفضلت جبت فلان 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 كلامهم يؤذي، هذا الكلام عندي أعلمه وأنت تعلمه أي واحد يعلمه، صح ولا لا؟ يعني أحيانا نعم شيخ، لكن أحيانا يعني يسبون بدون سبب، يعني مجرد ماشي ما أنا أريد أضرب لك مثال، لا راح أوصلك للنقطة العقلية إلى سؤالك. فأي فعل، أي فعل أنا أعلم به مؤداه يعني النتيجة تكون خير نتيجة المقدمات اللي عندي. يعني أنا الآن أريد أسوي كرسي، شو أسوي؟ أجيب خشب ومسامير الهدف مالي أنه أعمل كرسي. النبي محمد صلى الله عليه وآله يدري أن عمله الآن عمل طيب، لماذا؟ لأنه يريد أن يوحد الله تبارك وتعالى وينشر الدين، يعلم أن هذا العمل عمل طيب. ولذلك يقولون أن النبي محمد صلى الله عليه وآله كان في غار حراء كان يتفكر، يتفكر أنه من الذي خلق الكون، هذا لابد أن يكون خالق واحد، في لفظ يتعبد، يسموه التحنث يعني التعبد. فالنبي يدري أنه الآن سوف يفعل فعل خير، مثل ما أنا الآن أريد أعمل كرسي، الآن أنا أريد أعمل كرسي والكرسي يفرض أنه فعل خير، زين، أو أريد أن أوصل أوصل إنسان من ذوي الاحتياجات، وأنت جئتني الآن جئت لي بسيارة وأنا ما عندي سيارة وأريد أوصل معوقين، وأنت جئت لي بسيارة، لما جئت بسيارة شنو أفهم عندما هديت لي هذه السيارة؟ أنت ساهمت معي بفعل الخير أحسن، يعني أنت ساهمت بفعل الخير، لماذا؟ لأن نيتي طيبة أريد أوصل المعوقين، وأنت هديت لي الوسيلة السيارة حتى أسهل إيصال المعوقين إلى النقطة التي يريدون. فلما أنت هديت لي السيارة ظني بك الآن ظن خير ولا ظن سوء؟ طبعا خير، الله يرحم والديك. الآن النبي يريد أن ينشر التوحيد وينشر الدعوة الطيبة اللي قلنا كان يفكر بها وهو نبي، وإجاء جبرائيل عليه السلام وقال له يا محمد ترى الله واحد، اقرأ باسم ربك والله واحد، هذا النبي يظن به شيطان ولا يظن به فاعل خير؟ فاعل خير طبعا أحسن، لماذا؟ لأن المقومات كلها موجودة عند النبي.
إذن الدليل العقلي أنه أنا أريد أن أنشر الدعوة الطيبة وجاءني ملك، ها ما أظن به السوء. لماذا؟ لأن دعوته توافق الخير الذي عندي. مثل ما أنت جبت لي سيارة لأن أنا أريد أوصل المعوقين، فدعوتك خير، مو جبت لي سيارة من أجل أن تعيقني، من أجل أن أوصل إلى هدفي. فجبرائيل عليه السلام حتى بالدليل العقلي الذي جاء به مؤيد لمعتقد النبي في أن الله تبارك وتعالى هو الخالق، هو المصور، هو الرازق، هو هو، ولذلك ما ممكن أن يظن به السوء. أنا أعطيتك دليل نقلي وأعطيتك دليل عقلي، وإن شاء الله الكلام دخل إلى قلبك إن شاء الله. شيخنا طبعا حجي عندي تعليق على كلامك. أي سيدنا تفضل. عندي تعليق على كلام الأخ الفاضل أيوب حينما يقول إنه لا يمكن، لأن النبي يعرف الشيطان يميزه لكونه يأتي بصورة القبيحة والملك يأتي بالصورة الطيبة، وهذا الكلام الذي ذكره. طبعا هذا الكلام لا دليل عليه، والدليل إنه ما رواه البخاري. النبي عند السلفية عند الوهابية ما يعرف من الذي أتاه في صحيح البخاري هذه الرواية. هذه الرواية إن شاء الله أقرأها لكم حجينا إخوان المشاهدين. هذه الرواية في صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي، والرواية طويلة جدا، إلى أن يقول قال فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي. خشيت على ماذا؟ خشيت على نفسي. طيب هذه الرواية ونقلها أحمد محمد شاكر وكذلك الشيخ الألباني في شرح العقيدة الطحاوية، يقول وكان في الأصل في مطبوعة مكة على عقلي، خشيت على عقلي، يقول الشيخ أحمد محمد شاكر، وهو خطأ فاحش لعله من الناسخ، بل هو كلام غير معقول، وحاشا رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقول هذا، بل إن بعض العلماء فسر خشيته على نفسه في هذا الحديث بأنه خشي الجنون. النبي صلى الله عليه وآله وسلم خشي أن يكون مجنونا، حتى ابن تيمية يعترف بهذا في منهاج السنة، يقول فقد وصفه ابن الدغنة بحضرة أشراف قريش مثل ما وصفت به خديجة النبي صلى الله عليه وآله لما نزل عليه الوحي وقال لقد خشيت على عقلي، خشيت على عقلي. ولكن البخاري ماذا فعل؟ أبدلها بأنه خشيت على ماذا؟ خشيت على نفسي. طيب ما الذي خشاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول ابن حجر في فتح الباري قوله لقد خشيت على نفسي دل هذا مع قوله يرجف فؤاده على انفعال حصل له من مجيء الملك، ومن ثم قال زملوني زملوني. والخشية المذكورة اختلف العلماء في المراد بها على 12 قولا، أولها أنه خشي الجنون أو يكون ما رآه من جنس الكهانة. لاحظوا ما رآه من جنس الكهانة، جاء هذا مصرحا به في عدة طرق، في عدة طرق. النبي خشي أن يكون كاهن، ها، وخشي أن يكون مجنون، ما عنده يقين عندهم بأن هذا الذي جاء هو الوحي، والأخ أيوب يقول يعرفه ويميز بينه وبين الشيطان. طيب في عقيدة ابن تيمية، أنا ما لي شغل بعقيدتك أنت، في عقيدة ابن تيمية، في عقيدة ابن باز، في عقيدة السلفية، إن النبي صلى الله عليه وآله في قضية الغرانيق لم يميز بين إلقاء الوحي وإلقاء الشيطان، فقرأ تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترجى، فسجد وسجد. هذا ابن تيمية يصححها، ابن باز يصحح ذلك، ابن حجر يصحح ذلك. لا تقاطع، أعرف الكلام ثقيل عليك، لا تقاطع لا تقاطع. ابن تيمية يصحح قضية الغرانيق، ابن باز، ابن حجر، علماء كثير صححوها. هذا هذه عقيدة سلف. ممكن دليل؟ كيف كيف؟ أعد. ممكن دليل أنهم صحح أن النبي عليه الصلاة والسلام. الآن هذا ابن تيمية راح أقرأ لك كلام. الآن هذا ابن تيمية لو ابن باز.
اللي تحب مش مشكلة. هذا ابن تيمية، اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. مجموع فتاوى ابن تيمية جزء الثالث صفحة 345، يقول كلام طويل جدا. الأول إن الإلقاء هو في سمع المستمعين ولم يتكلم به الرسول، وهذا قول من تأول الآية يمنع جواز الإلقاء في كلامه. والثاني وهو الذي عليه عامة السلف ومن اتبعهم إن الإلقاء في نفس التلاوة كما دلت عليه الآية وسياقها من غير وجه كما وردت به الآثار المتعددة، ولا محذور في ذلك إلا إذا أقر عليه. فأما إذا نسخ الله ما ألقى الشيطان وأحكم آياته فلا محذور في ذلك، وليس هو خطأ وغلط في تبليغ الرسالة إلا إذا أقر عليه، ولا ريب إنه معصوم في تبليغ الرسالة أن يقر على الخطأ، يعني مو ما يخطأ، لا يقر على الخطأ كما قال: فإذا حدثتكم بشيء فخذوا به فإني لن أكذب على الله، ولولا ذلك لما قامت الحجة به، فإنه كونه رسول الله يقضي إنه صادق، إلى أن يقول والذين منعوا أن يقع الإلقاء في تبليغه فروا من هذا وقصدوا خيرا وأحسنوا في ذلك، لكن يقال لهم ألقى ثم أحكم فلا محذور في ذلك، فإن هذا يشبه النسخ لمن بلغه الأمر والنهي من بعض الوجوه، فإنه إذن موقن مصدق برفع قول سبق لسانه به ليس أعظم من إخباره برفعه. وتصريح آخر أيضا واضح وأوضح من هذا، أقرأ لك. لا ليس واضح، لا لم تقل وقد صحيح. لا ابن تيمية يصحح إلقاء الشيطان، إلقاء الشيطان على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الآن تريد تصريح لحظة، تريد تصريح لا 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 لا. لا أحد يتكلم. أخونا أيوب صوتي يقطع إذا تتكلمون سوية. طيب الآن هذا التصريح الآخر في مجموع الفتاوى يقول: لا لحظة قبل التصريح خلي يرد عليك حتى أخذ مازن والشيخ عبد الرحمن. تفضل أيوب، أستاذ أيوب. طيب مع أن الموضوع تغير كثيرا لكن لا إشكال على الإطلاق. أنا لم أسمع في أي من أقواله التي نقلها أن ابن تيمية قال وقد صح أن رسول الله قد قرأ في سورة النجم تلك الغرانيق العلى، وإنما أثبت ما أثبتته الآية إذا ألقى الشيطان في أمنيته، يعني أثبت ما أثبتته الآية فقط. أما تلك الزيادة التي قال بها أن النبي قال في سورة النجم تلك الغرانيق العلى، هذا لم يقل به ابن تيمية في هذه المواضع. يعني أول شيء يحكم هذا الدليل ثم ينتقل إلى الدليل الآخر لو أمكن. طيب كملت ابن تيمية يعترف ويقر على أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألقى الشيطان على لسانه. السؤال لك الآن، ماذا ألقى الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ماذا طيب. ألقى؟ بس لحظة سيدنا الله يبارك لك. لا لحظة أستاذ أيوب، بس لحظة بس الأخ مازن تأخر والأخ الشيخ عبد الرحمن وسعد الشريف. تفضل أخونا مازن. السلام عليكم.